وينجم يدخل اون بوينت، ينجم كيف كيف الهوني وقت الكره تمشي على اليمين وما تخسرش الكره. هنا الفالور نتاع ايكيب تكنيك، الفالور نتاع ايكيب تكنيك ما تخسرش الكره. هذه النقطة اللي حبيت نقولها. فقط ناسين بن خليفة ما جاوبتنيش وفي الميكرو سامية. بن خليفة في اللي بوست نتاعو كان باهي، كان نفي دمي ما نجموش نلعبوا بالنفي دمي كما قلت لك. كان نجموا نرجع حتى باش نرجعوا بالنفي دمي، باش نرجعوا بتوغي وعبد الباسط، باش نرجعوا بالخنيسي وتوغي، توغي 6-9%. لكن هنا شوا نتاع معين مثلا ينجم عنده ان شوا بالقدية كبير برشا، انه حتى كي نبدو خاسرين نجم يدز دوزافون سونتر، وينجم ينحي ان بيفو دومي، وينجم يلعب حتى باربعه مهاجمين. يعني عنده لي شوا، هنا لي شوا يعني اتيح لك لي شوا مع دي كاليتي نتاع ملاعبيه، انت ما تنجمش تختار شكون يلعب تيتولير وشكون ما يلعبش تيتولير. باش نرجع لك النقطه اللي نحب نثيرها شويه، الترجي سنا لي مومون فور نتاعها ولي مومون فيبل نتاعها، هذه تحب نحكي فيه انا برشا، ولكن انا حبيت ندخل برشا في الديتاي. نجم انا نضر ليكيب، نجم انا نقول انا والله هذايا دي ديتاي ما يتحكيوش عليهم لا في الراديو ولا في حد شيء. لي مومون فور نتاع ليسبيرونس السنا باش ناخذهم بالبوان بوزيتيف، لي مومون فور نتاع ليسبيرونس السنا يا اما خاسره يا اما في اخر تروح. يقول القائل عرفش نشوف، يقول القائل علاش لي مومون فور لي رياكسيون نتاع الملاعبيه كي تقبل ليسبيرونس بونتو، والا ليسبيرونس تبدا في الخطر يعني في الخطر ولا في اخر تروح تبدا ليسبيرونس افيك مومون فور حتى الملاعبيه يتسيبوا. هنا نجم نقول لك اللي ثم تاثير كبير من برا، الملاعبيه نتاعنا سنا من اول العام تحسهم متبلوكين، حتى في الريزلتا في 0-0 وماشيه تحس ما ثماش كرياسيون، ما ثماش قوه، ما ثماش اغريسيفيتي. وقتاش تصير الاغريسيفيتي باش تقول لي انت هذه مثلا خاصيه نتاع ايه مشكل فني ولا ذهني؟ هذا مشكل ذهني. كان جاي مشكل فني نقول لك ما ترجعش. ليسبيرونس رجعت مع الكيب الليبيه في الاخر وترشحت، ليسبيرونس رجعت مع توغي كانت خاسرت ورجعت، ليسبيرونس يعني مولديه زاد كانت خاسرة ورجعت. هو هنا كل نجموا نجبدوا اللي كان فما في وقت من الاوقات 2018 و2019 كان فما موعد ذهني واثبت الكفاءه نتاعو اللي هو محمد فوالا. اي نمشي معاك، لكن احنا لازمنا ندرسوا الحكايه هذه على خاطر بون ليسبيرونس يقول قال علاش رجع 100% ديما ترجع حتى في الشامبيونات، ديما ترجع حتى في اخر دقيقه ديما ترجع. يعني ليسبيرونس ما خسرتش بوانيت في الشامبيونات وما خسرتش الكوب دافريك نتاعها وماشيه. هنا المشكل يقول لك كي ترجع هي 100% ترجع، دونك ما عنديش بروبليم تكنيك، البروبليم نجم يكون ذهني. ان شاء الله الملاعبيه الجدد اللي دخلوا ما يكونش عندهم، هما راهو هما اللي زادوا البلوس راهو القدام، على خاطر ما عندهمش الخوف هذايا، ما عندهمش الشارج فوالا سون كومبلكس، ما عندهمش الشارج تاع الجمهور. الترجي محتاجه ماتش اليوم، ماتش الزمالك باش نقول لك هذايا محتاجه باش تدخل بقوه، باش تدخل من الاول كيما تلعب وانت خاسر وكيما تلعب في اخر تروح وخايف على الريزلتا، تدخل باش تمركي وتدخل باش تربح، على خاطر كيفاش يقولوها انت رجعت. هنا نجم المعين نجم يستغلها النقطه هذه، انت في الماتشات الكل رجعت يعني بنسبه كبيره برشا 100% ما خسرتش، وراو بالرسمي راو كي تشوف الاسبيرونس تلعب بعد الخساره ولا في اخر تروح تقول شبيه تلعب هكا، يعني تشوف يعني تشوف فرصه ورا فرصه هي. تشوف حتى لي زوكازيون دو بوت تشوفهم من برشا، وهذا هو النقطة. هذا خويا سامي يعطيك الصح في الكلام، اما لكن هذا راهو نقطة القوة انا تعجبني برشا الترجي، سيك عندهم ان بوفوار دو رياكسيون اللي مش برشا كيبات عندهم. ما عادش نحبوه هذا يعطيك الصح، بوفوار دو رياكسيون. نقول لك سامي علاش ليسبيرونس ما تلعبش اون اكسيون مش اون رياكسيون. يقول لك هاني قلت لك سي دون لا تيت دي جوار، راهو اون فوا الجوار دخل. انا نتفكر انا الحاجة اللي تفكرتها وكي تي انكرويبل حتى او نيفو مونديال، معناها جو بونس با ايكيب هزت دوبلي مع خونا خالد بن يحيى 2001-2002 جو كروا هز الدوبلي 2006 خالد هز الدوبلي افيك 84% دي بوت ماركي سور بالاريتي. دونك سكي انكرويابل، معناها ديما يا لو بوفوار يا لي سوليسيون موجودين. اليوم راهو الترجي الرياضي التونسي سي ان جروب، ما عادش فماك الملاعبيه كلي كي كابابل، معناها اسرتان مومون دو انت وصلت اسرتان مومون سعد بقيري ماركي بالراس مع دي ديفونسور طولهم متر و90 دونك سا فيتو دير، وسعد مارك البارح بالراس ما شاء الله راهو سلسلته الترجي لازم. لكن اليوم راهو الحاجه الباهيه سيكو سيرتينمون البار
تبارك راه تعبى اليوم بالجماهير في البوتيك وفي الشارع. اي شفنا تصاور ديجا. دونك سا بروف كو جوريت هذوكم يفون سويفر سا، سي اون موتيفاسيون اون رومبلاس مالوريزمون ما عادش الجماهير، لكن الناس باش يعرفوا اللي بالفيسبوك وبالشيء اللي قاعد صاير اليوم سي اون موتيفاسيون سوبليمونتير للكيب للفريق الترجي الرياضي التونسي، ويعرف الترجي الرياضي التونسي اليوم افيك اون فيكتوار باش يعمل برشا معنا خطوه للامام باش يولي هو معنا المترشح الاول، وبعد الكره كما نقولوا في ساقين مولودية الجزائر اللي هو باش يقبل فريق الزمالك والترجي الرياضي التونسي باش تقبل زاد تنقيث السنغالي. البارح كانت ندوه صحفيه قبل المقابله، هات نسمعوا شنو حكى مجدي تراوي ستاف تكنيك اللي كان ممثل البارح في الندوه وبعد رجعي. هذاك هو الاوبجيكتيف الاولاني بالنسبه لنا احنا، كما قلت معناها في جاكي صارت معناها القرعه قلنا لي ان شاء الله على لي ترو ماتش هذوما المينيموم معناها نلموا سبع نقاط، دونك اليوم عندنا اربعه وعندنا مباراه تاع غدوه في بلادنا، نحاولوا باش نفوزوا بثلاث نقاط نتاعنا، نحاولوا نكونوا جاهزين كما يلزم، ما فماش عليه ان شاء الله ربي معنا ونعمل نبداو في نهار باهي، خدمنا مليح حضرنا الماتش كما يلزم وان شاء الله ربي يوفقنا وثلاث نقاط يكونوا مناسبنا ان شاء الله. والله شوف احنا اهم شيء والله معناها نكونوا احنا في نهار باهي، معناها المنافسه هذاك من بعد حاجات هذوما معناها تهم هو اكثر من يهمنا احنا، احنا اللي يهمنا كون اللاعبين تاعنا يكونوا لجورجي معناها حاضرين كما يلزم، نخافوا كامل رواحنا، تعرف اللي الترجي التونسي يكون في نهار كبير نجم يتعدى معناها المنافسين نتاعو، دونك ان شاء الله جوريتنا يكونوا في نهار كبير وعندنا ثقه فيهم ونعرف اللي معناها خدمنا مليح باش نحضروا الماتش هذا كما يلزم ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست معكم نحكيو على مقابلات بين مسيا سي المنجي تخرج سكت سكت وبعد نعتذر للساده المستمعين اكيد به مجدي تراوي وليد وحتى معين، رغم ان الفريق هذا في البطوله الاول ب 10 نقاط في الشامبيونز ليغ الترجي الاول ربح وتعادل خارج الميدان نتيجه محترمه تعتبر، لكن ديما الانتقادات موجوده. هنا نربط مع سامي مع الكلام اللي يقول فيه سامي، جماهير الترجي اليوم تعرف اللي فما اليوم النوعية متاع اللاعبين خاصة بالتدعيمات الأخيرة إسلام، تاع أنه الترجي لازم يكون عنده ستيل متاع اللاعب بالآخر نتفاعل معك أي مثالش الريال جايب 8 نجوم و9 نجوم في أسرتا مومون كانتو والكيب ما هزت شيء، كانت فاكر وقتها فيجو زيدان وما عرف شنو وحتى قبل اللي ما كانوش نجوم في الترجي ما كانوا نجوم زاد نقول لك سامي نجم يأكد كلامي من أول الدنيا ذاك جمهور الترجي مقابله وديه مقابله وديه ما تلعبش مليح وانت تعرف وسلام الشيء هذا مقابله وديه راك ما تلعبش مليح من غدوه تلقى في البارك فما انتقادات فما انتقادات هذاك جمهور الترجي وجمهور عادي عينيه زادت كبرت بعد 2018 و2019 باللي دو ساكر معناتها زوج تتويجات الافريقيه ضد الاهلي وضد الوداد البيضاوي يعتبر انه الاداره بتاعه موفره كل سبل النجاح للفريق يهاو ناجح فما نتائج يحبوا يشوفوا هذا يقول لك معناتها بالنسبه راهو مش امور نتائج امور ترجي يقول لك نحب نشوف كوره نحب كي نتفرج على تتفكر الكلوب كيف فما عام مع كوستير كان لولا وقتها 2014 قال لك كيف ما يشكاو اي صحيح صحيح اما اهم انا نشوف الريزلتات النادي الافريقي خسرته المدرب هذاك الهولندي اللي انا حتى في اجاكس اجاكس امستردام انا قلت لك الجمهور تاع ترجي صعيب والجماهير تاع الفرق الكبيره انت شنو رايك مع شكون؟ مع الاداء ولا مع النتيجه؟ والله بالطبيعه النتيجه لا بتبيعها النتيجه لا بتبيعها النتيجه النتيجه راهو يجي يقول لك انا نمشي مع الارقام راهو لي شيفر ما يكذبوش الفرنساوي يقول لي شيفر ما يكذبوش اما زاده نقول لك اسلام من حق جمهور الترجي باش يقول لك نحب نتفرج على الفريق باش نتمتع نقول لك انا بعد تفرج في البايرن تفرج في تفرج في الاوروب تفرج في ليفربول في السيتي ولا انا راني مع عندنا ملاعب تشوف فيهم كوره انت لا استنى خلينا نحكيو تو شنو رايك سامي ما نسيتش في الموضوع هذا بالذات اولا جماهير الترجي تفهم كره ياك صح ومكثريه نتاع التوانسه تو لا ماجوريتي ما نقولش انا برشا قاعدين يتفرجوا في كوره وقاعدين خرجنا للكره العالميه ونتفرجوا في ستيل دو جو ونتفرجوا في نوعيه الكره وهنا المشكل انه نقارنوا بالستيل اللي يلعبوا فيه والكره اللي يلعبوا فيها في الاوروب باش نلعبوها في تونس باهي صحيح عندك انت بروبليم تقول لي نتاع ملاعب وبروبليم نتاع كذا وكذا وكذا جمهور الترجي فاهم بالكدا فاهم اللي الشامبيونات نتاع تونس ماهيش ريفيرونس
وفيهم زاد اللي ولو انا زي راني ما نوافقهش. خلينا نكمل النتائج. خلينا نكمل. لا 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 خلينا نكمل. ما 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 نحبش النتائج. لا 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 سراجي بعيد فالي. لا سامحني شو هذايا البوا. اي سامحني سامي قصيت عليك. زاد راهو ما يجيش انه البطوله محصله. لا لا سامحني. مش حكايه بطوله محصله. بطوله كي تهزها راهو فما مريض. مش حكايه بطوله. مش حكايه بطوله محصله. الجمهور تراجي البطوله. انا نحكي عن النيفو. باش يهزها. نحكي عن النيفو. نحكي عن النيفو. وبعشرة نقاط كار نحكي عن النيفو نتاع الفرق التونسيه. كي تخرج تلعب على الشيل افريكان تخرج تلعب مع مازيمبي وباش تلعب مع سان داونز وباش تلعب مع الاهلي وباش تلعب مع الزمالك الاسبيرونس حتى الاسامي هذه قدامها تتفرج فيهم. يعني انت كي باش تقارني القروان في القروان مع مازيمبي في مازيمبي ولا باش تلعب تقارني مع سان داونز في سان داونز لارج لارج يعني واحد يجري في ال 20 وواحد يجري في ال 100 باش نخلطوا واحنا نجريوا في المياه كيف هما. يلزم هنا الجمهور الترجي طالب النتيجه وطالب الاداء وطالب كيفاش نقولوا احنا الكونفيرماسيون تاع الملاعبيه اللي يلعبوا في التيران ويحبوا يشوفوا جمعيتهم في حاله كبيره يعني في حاله تاع نتيجه واداء خاطر يلزمك تعمل نتيجه واداء مع الفرق هذه اي سورتو في رادس مثلا عندك تيرانات باهيه عندك تيران باهي في رادس مبالغ فيها مبالغ فيها قعد خايف شويه لا هي ثم مبالغه مش من اسمعني هو قعد خايف شويه انا مانيش نلوم جمهور الترجي اما نلومه حاجه برك نلومه اللي هو ما صبرش على معين من اول العام ما حبش يصبر عليه وفي كل مقابله يعمل كيما نقولوا احنا الضغط وكل مقابله يعمل مش حتى الضغط يجي بعد المقابله يعمل لك التحليل لكن انا شو نقول انا الترجي نورمالمون كان جد عندنا ما نقولش اداره فنيه لو كان جات عندنا اللي يعرفوا يحكيوا احنا دخلنا كوب دافريك بمواعيد باش نكملوا كوب دافريك بمواعيد سامي تو نكمل نحكي في الموضوع على الاخبار تو نستسمحك نسمع رايك بعدك بعد شويه في نفس الموضوع هذا في المنجي لكن الاخبار مع فجر تركي بعد رجعي.